دكات. أهلا وسهلا، السلام عليكم، شو أخباركم؟ إن شاء الله زينين. إياكم علي. زولتان، can you please face the camera towards us because I... yeah. okay, now it's perfect. So yeah, welcome. This is me, Ali, and this is Mai. She will be. ماي من لبنان رح ساعد علي قد ما فيي. Okay. Just one technical thing. Please use the Q&A for questions, not the chat, so we can see them. I'll guess that we should introduce ourselves. Then Abdullah will give a quick introduction. Then we can move on with the visit directly. So I am Ali, a mechanical engineer that I started with CERN before 3 months. So since March 2020, I think Abdullah can introduce the rest. So about you, May. Yes, so my name is May. I'm from Lebanon. I'm an energy engineer. I've been at CERN for CERN CMS for a year and 9 months now. And yeah, I work on different things, so feel free to ask questions later about the type of perhaps jobs for engineers at CMS. And yeah. I think it's not just engineers, even IT, science, yeah, everything. Yeah. So yeah. Yeah, yeah. And please stop me anytime when you want to ask any question, feel free to ask. I think you can go ahead with the introduction, Abdullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. عليكم السلام. اسمي عبد الله ابراهيم صباح، طالب دكتوراه جامعة البحرين في تقنية المعلومات، دكتوراه في الكمبيوتنج انفورميشن ساينسز يوزر السي ام اس جامعة البحرين. بكون منظم في هذه الزيارة، ومثل ما قال علي ومي هم بيكونون الجايد لنا اليوم في الأرض الواقع، يعني أرض الحدث في مكان التجربة. أنا موجود في جزء المقابل لهم تماما في مبنى 40. طلعنا من مبنى 40 جامعة البحرين إلى مبنى 40 في سيرن. فمثل ما قال علي، الفكرة من الزيارة هذه بتكون انتراكتيف، عندكم Q&A تحت تقدرون تسألون الأسئلة بالعربي أو بالإنجليزي، ونوصل الأسئلة إن شاء الله ونجاوب عليها. وعلي وما يدروا أن المكان فوق وتحت المكان التجربة. اللي ودي أبتدي به، أن جامعة البحرين بدأت الكولابوريشن مع سيرن سي ام اس في 2019 تقريبا. مريضة السلايد ظاهرين قاعدين يطلعون يعني، بس اوكي اوكي. فهذه حاليا اليوزرز الموجودين في سر من البحرين. اول واحد من اليمين محدثكم، الثاني حسن جامع يشتغل على داك سيستم، داتا اكوزيشن سيستم. بعدين في الفيزيت ان شاء الله بنمر على هاي السيستم ونتكلم عنهم اكثر. حسن كلية الهندسة ماجستير، عبد السلام كذلك من كلية الهندسة ماجستير، يشتغل على تولينج، حاليا يشتغل على بروجكت مع ال اتش جي كال. وعندنا علي اللي هو الجايد مالنا اليوم، يشتغل على سي او 2 سيستم اسسمنت و اكويبمنت ترانسبورتيشن. أنا عبد السلام بدأنا من 2019، أنا كنت أطالب ماجستير عشان كذلك أطالب ماجستير، وحسن وعلي انضموا لنا السنة وعندي السنة كطالب دكتوراه. فهذا هو التيم الموجود حاليا. ما بطول عليكم أكثر من كذي، أذكر مرة ثانية الـ Q&A section تحت تقدرون تقاطعون أي وقت وتسألون أسئلتكم.
وبنشوف الفيزيت وين يودينا بعدين. شكرا عبد الله. زلتان كان يبي يسوي the first slide. عادة تسكر الشير سكرين. هذاني قاعد أحاول. Okay, take your time. Okay. وقف الله. إيه. Okay. حاليا تشوفون في الصورة. ما أدري إذا يصير متحكم بالماوس. Can they see the pointer? Okay. Okay. So right now we are at the French side on Sissi, France, which is the location of the CMS experiment. As you see, there is a yellow big circle, دائرة كبيرة. هذه هي ال LHC, والدايمتر مالها 27 كيلومترز. وهني في هذا لين في ال LHC نفسه نصادم البروتونات, فنصارع البروتونات أو الليد أيونز أو ونوصل سرعتهم إلى قريب سرعة الصوت ونصادمهم إيه بعض. فحاليا إحنا موجودين عند ال CMS, بتشوفون مكتوب ال HC بي أتلس أليس. هذين تجارب ثانية قاعدين يسوون نفس اللي نسوي بس بشكل مختلف. عندنا CMS وأتلس هم الجنرال بيربس اكسبيرمنت. وال yeah thank you. So these are the different experiments. We have Atlas in the left, upper left section, and then on the right section it's CMS, our CMS, and then we have LHCb and Dalis. إيه ممكن زيد, لأنه في ناس بتسأل من وين بيجوا البروتونز. سؤال دائما بيسألونه إياه, من هيدروجين بوتلز. So بس يعني سؤال كتير سيمبل, بس أوقات بينسأل إنه they wonder يعني من وين بيجوا. Yeah, thank you. Later I will show you a picture underground for this hydrogen bottle. It's very small and and we can use it for 1 million years, I guess, so it will never finish. Can you please go to the next, just before, to give a quick intro before we go down? That's a question. Okay, sorry. سؤال يقول ممكن نعرف شنو سير نو CMS. Okay. So CERN تعتبر هي المنظمة الأوروبية للدراسات النووية. هني ندرس شلون بدل الكون من بعد البيج بانج. CMS هي واحدة من التجارب, اسمها يعني هو اختصار إلى كومباكت ميون سولينويد. هي عبارة عن تجربة يعني تخيلها أن هي كاميرا كبيرة تشوف التراجكتوريز, تشوف وين مكان الذرات أو شلون يروحون الذرات بعد ما يتصادمون. Thank you. هني عندنا من شنو يتكون السيمس. Can you go to the upper slide? Then we will go down there. Okay. Yeah, perfect. So هذه خلينا نقول السكشن فيو حق CMS. نشوف عندنا كذا بارت, كذا سكشن. في الانر موست لاير عندنا السيليكون تراكر. هذا السيليكون تراكر, do you want to point on them may هني ما ادري يبين ليزر. اوكي. هذا عباره عن مجموع اتوقع حوالي 16,000 فايند سبيست سيليكون سنسورز يقيسون لنا التراجكتوريز مال الالكترونز او الفوتونز. فلما يصير التصادم في البايب هني في الميدل, سوري هني اوكي, عندنا يصير عندنا شاور اوف بارتكلز. اوكي, عندنا شاور اوف بارتكلز يطلع, وهذه تبنتريت ذس سيليكون سنسورز اوفر هير.
and it gives us a signal that tells us that the location, the exact location, and the trajectory of the particle. بعدين عدنا في الحلقة اللي بعدها عدنا الإيكال أو الإلكترومغنتيك كالوريميتر. هذا بعد يعني يقيس الذرات اللي لها شحنة, مثلاً protons, electrons, something. Yeah, protons and electrons. Here it will be easier to see. فحالياً إحنا نطالع ال CMS من فوق من النص يعني. عدنا التصادم يصير في النص. مثل ما تلاحظون عدنا السيليكون تراكر اللي كلمتكم عنه, بعدين الإلكترومغنتيك كالوريميتر, بعدين عدنا اللي هو قبل ما أروح للهادرون كالوريميتر عدنا just a fun factor of the electromagnetic calorimeter. هذا مصنوع من a lot of crystals. Okay. فهذه مصنوعة من ما أدري lithium state I think or something. المهم إن هذه عبارة عن metal و transparent. فتقريبا 85% of it's metal and it's transparent. فبعدين عدنا عقب هذه عدنا الهادرون كالوريميتر. الهادرون كالوريميتر قيس, can you go down to the next slide? Yeah. قيس عدنا أشياء جزيئات يسمونها الهادرونز, مثل البيون أو حتى البروتون I guess, وهالسوالف هذه. على العموم الشيء الحلو في الهادرون كالوريميتر إنه مصنوع من about 1 million I guess navy shells something around that, yeah. So they recycled the brass of a lot of navy shells and they used it in this detector. Yeah, from the Second World War. Yeah. First, not the second. Okay, okay. From the first World War. Then we have the superconducting solenoid. This is the magnet, or let's say this is what produced what produces the magnetic field. عدنا هني the magnetic field is around 3.8 tesla, and we need around 18,000 ampere to generate that magnetic field, which is a huge amount of electricity. I think in CERN in general we consume around 1/3 of Geneva electricity. About that, yeah it's a lot. So about this magnet, it's massive, and when we go down you will see that even though we have a 7-meter concrete wall we still feel it. I will show you later. Then we have the muon chambers. Basically here we the muons, yeah, maybe you can show it in here. These are the muon chambers. They, if you see that there is some steel in between, and we have the muons, muon chambers in between them. So there are, I think, three technologies that I don't remember the name, sorry, but one of them is the drift tubes, and we have the RT. Yeah, and TC. So, yeah, so basically, when the muons come and why can't see the laser? Ali, your voice. Sorry, now far. Can you hear me better? Because I'm not used to using a microphone to talk. So, here for these muons, they come in here, they produce a very clean signal. Because here on the hadron calorimeter, one of its, واحدة من المهام الرئيسية مالتنا ما يخلي ذرات غير الميونز طوفون تقريبا. فهني عندنا السيجنال تكون كلش كلير. فهني عندنا شيء يسمونه الجولدن باث, I think, is that correct me? Okay, so على العموم
channel. Yeah, the golden channel. Thank you. في هاي الجولدن شانل نقدر نشوف اشياء كلش انترستنج نفس الهيجز بوزون على سبيل المثال. هو بشكل عام لما نشوف عندنا ميون ديكي يعني عندنا ان شيء فيري انترستنج هابند. مثلا اي ثينك ذا عندنا شيء يسمونه زي بوزون. هذه الديكيز انتو تو ميونز. فاذا شفنا Yeah, if we see four muons, then we know that there is a Higgs boson over there. المعلومات الفيزيكس اللي قاعد أعطيكم إياها يمكن شوي مو ذاك الزود. Well, maybe you can take over because I think it's the time to go underground. Yeah. بس physics wise كمان أنا مش كتير. بس I would like to say something about. Also the muons, speaking of muons, لأنه في Switzerland في cheese factory, في chocolate factory, yeah. right? So here at CMS, في عنا شيء اسمه the detector factory. Yeah. It's in building 904. هونيك, it's interesting because it's just a building, بس بيجيبوا chambers, بيجيبوا like things that are very, very expensive. بيعملوا عليهم ال quality control systems, بيعملوا عليهم ال tests, etc. So you wouldn't imagine you know, hell big, big, very big equipment موجودين in just a building, very, very expensive. But no. Okay. So that's the detector factory, this is how we call it. Just before going down, right now also we are in a construction hall, actually. So this is where they assembled the CMS. Behind us is a poster that is 1-to-1 scale of CMS. I mean, just to give you an indication of how big is it. Can you see me? So I am this tall. It's 15 meters in diameter and around 28 meters in length. It is massive, like really massive. So this is our bit. Yeah. And just before going underground, we have a lot of like safety things to do. For example, we have this dosimeter, which that measures radiation. We also have to wear a helmet, safety shoe, just to be safe. They take the safety shoes seriously here at CERN. And yeah, see you underground. Good luck. Thanks. Okay, can I interrupt you, Mai, for a minute? Yeah, sure. I think there is some confusion from the chat. I see that some of the students thought that this is the CMS detector here. حاليا مي وعلي على الشوف. هذا المكان اللي انبنى فيه CMS قبل لا ينزل. قبل أكثر من 10 سنوات. فتحتهم بالضبط في مثل الشتوف مثل البير. لما عقب ما تجمع CMS فوق نزلوه ديسك بوي ديسك. لدرجة أن أكبر ديسك فيهم كان 2000 طن تقريبا. الكليرنس كان حزت ما ينزل في البير هذا الشتوف كان 10 سنتيمتر فقط في الصوبين يعني. عليكم تخيلون. وسيمس كامل وزنه فوق 14,000 طن تقريبا برج ايفل مرتين مثل ما رواكم عالي دياميتر ماله تقريبا 15 متر تقريبا 4 طوابق فهو شيء ضخم وليحن نسميه الكومباك برويكم علي يعني ليش هو فحاليا هم فوق علي بينزل تحت بروينا الفيو من تحت وما يشبر معنا من فوق وبس ينزل علي لتحت رح يفرجينا كيف انبنى على أقسام بس على السيرفس وبعدين نزلوا لتحت في pictures it's gonna be interesting to see على ما ينزل علي تحت yeah. يمكن إذا حدا عنده أسئلة نعم إذا حدا عنده أسئلة ما بعرف إذا حد عنده أسئلة والله ممكن
نتكلم أكثر عن CMS. So, guys, do you see me? Sorry to interrupt. So just before going underground, شفت شيء كلش حلو إن قلت لازم أوريكم إياه. هني عندنا هاد الماجنتس هادلين قطع حقيقية مشيولة من ال من ال HC Large Hadron Collider. مثل ما تشوفون عندنا هني هادلين الماجنتس عندنا الذرة واحد روح عندك هني خلنا نقول في هذا الجهة والثاني يروح على الجهة الثانية ويتسارعون في ال HC. What's happening? Okay, I'm back. سمعت ايش قلت والله. أنا سمعتك. You guys hear me? Or? أنا سمعتك علي. موبايلي. Okay. فيديو ما علي ظاهر لكم. كمل لكم. He's asking if they can see our video or not. Okay. Yes, they can hear you. اوكي اوكي سو هنا عندنا البروتونات راح تروح في اتجاه وهني في الاذر بونش اوف بروتونز ويل جو ان ذا اذر دايركشن اند وي كولايد ان فور بوينتس ستيم اس اريس اتلس او ال اتش سي بي فهذا عندنا الماجنت اتس وان مور انترستينج ثينج اباوت ات اتس كولد تو اراوند 1.9 كلفن اي جس ويتش از a lot colder than outer space. نحتاج برضه الماجنت لهالدرجة عشان نوصل لمرحلة يسمونها السوبر كوندكتيفيتي. هني ما يعني لما نوصل لهالمرحلة يكونون الذرات كلش قريبين من بعض بحيث ما يكون في أي ريزيستنس. فنول نقدر بهالطريقة نولد ماجنتيك فيلد كلش كبير. على ما أذكر الماجنتيك فيلد في ال في ال LC بشكل عام is around 8.3 تسلا. Yeah. So and also need to use to cool the thing. I mean we cool it using helium. Yeah, liquid helium. But first when we inject the helium, it's on around 4 Kelvin. We cool it further. When we cool it further, it enters a phase called the superfluidic phase. هني يكون الهيليوم التوصيل ماله أو القدرة التوصيل ماله أو الثيرمال كوندكتيفيتي حقه كلش عالية. فعشان كذي نستعمله بسبب هالخاصية. وما طول عليكم خلنا ننزل تحت نشوف. أو بس بعد في شغلة ثانية قبل ما نروح تحت نشوف الكنترول روم. ما يتوقع كنت تتكلمين على الكونستراكشن مال ال same as slides. I don't know because you're in the construction hall right now. Maybe you can tell them about them. هذا اللي ظاهر الحين قدامنا الفيديو مال علي هذه مال جراج اللي صار في اللي بنى فيه CMS مثل ما قلنا disk by disk. وبعدين نزلنا ونزله تحت الأرض. هذه خلاف باقي التجارب اللي نبنى تحت الأرض أصلاً. سيمت نبنى فوق الأرض. واتضح في النهاية أن هذه الطريقة كانت أوفر مادياً. وسمحت يعني لبيئة أفضل في يعني البناء سيمت. وشغلة واحدة بغيت يمكن عشان ما أصير confusion مرة ثانية. الماجنت اللي تكلم عنه عالي من شوي هذا الماجنت اللي في اللارج هادرون كولايدر نفسه اللي يستخدم حق تسريع البروتونز نفسهم. عندنا ماجنت ثاني احنا في CMS نفسه اللي هو يغطي الاشكال والايكال. عالي ما نسمعك ميوتد. اوكي على الظهر ما يرى انه ميوتد. هذه اللي رويكم اياها الكنترول روم. اهلا شباب حاليا انا في الكنترول روم احاول ما اتكلم بصوت عالي عشان ما ازعج الشفترز. فنبدي من هنا عندنا
على جهة اليمين هذين حق السب ديتكتور سيستمز، مثلا الايكا الليتشكا مثل ما تشوفون كل قسم مختص بسب ديتكتور معين يتحكمون فيه، يسمون له مونيتورينج، يشوفون الستاتس ماله. فهني يكونون شغالين بس مو نفس ما يكونون على مدار الساعة، أتوقع على الساعة 8 في الليل أو شيء كذي. فشوفون واجد شاشات، واجد أشياء معقدة، بس الشغل مالهم كلش حلو. إذا نروح لهني عندنا ال هاي بونجو، عندنا هني الكنترول روم حق السيمس هاي. هني عندنا الشيفت ليدر اون ذا رايت، هني عندك هاي سوري تو انتربت يو. سو بيسكلي هني عندنا الستارت بوتن مال السي ام اس موجوده هني. عندنا هني الباقي عندنا مال داك سيستم، هني حق الاكسس عندنا حق السي ام اس. مثل ما تشوفون في واجد سيستمز هني حق الاكسس، عندنا هني حق المراقبة تحت عشان نعرف مين داخل كل محل في السي ام اس بيسكلي. هني عندنا نشوف الليفت ومين في السايت. هني عندنا السكيدجولز مال الفيزيت. حاليا عندنا اليوم 73 فيزيتور ستيل ناو. احنا نهتم واجد بمين يكون اندر جراوند جاست عشان السيفتي مالهم. هني عندكم تشوفون هذا السيستم it measures the radiation everywhere in the CMS. نستعمله عشان نشوف لما نبغى خلينا نقول ندخل الاكسبيرمنتال كافرن نحتاج نعرف اي قد راديشن موجود، هل بيكون سيف او مو سيف. فنستعمل هذا الشيء. عندنا هني technical shifters. Hi, what do you like to tell us anything like about what are you doing? So I'm monitoring. He doesn't hear. It's all right. No. Just the mic. Okay. Hello. I don't know to who I'm talking. So I'm the technical shifter. I'm monitoring the detector. So here I have a lot of screens and see, for example, here the cooling, the racks. If we have any errors or if we get any alarms, I see it here on the screen. Maybe you can hear it also the sound sometimes here, because we have at the moment an alarm which appears sometimes. Then we can also see here the cameras to the experimental area. There I have to look if there's maybe some fire or so, then I can spot it and can take action. And also these screens, I think you already explained the access screens. Okay. Yeah. Okay, this is. Thank you. فهذه الكنترول روم بشكل عام. عندنا فيزيتورز جايين بعد يشوفونها. يا الحين خلينا نروح الاندر جراوند. May if you want to take over. Yeah, it's better. Yeah. لأن حالياً I am muted or not? Okay. Right now, when we will enter underground, we will have to go through the lift. And when we want to enter through the lift, it's going down. That's an interesting thing. This is showing how we built this MS or how we assembled it. This is moving one of the discs. Fun fact, the largest disk is around 2,000 tons, and we lowered it through the shaft that May right now is standing on with only 10 centimeters clearance. يعني تخيل ياي ان عندك بس 10 سنتي تتحرك فيها تنزل فيها الديسك مالك اللي وزنه 2000 طن. فكانت كلش يعني عملية معقدة، نفس الوقت كلش لها امباكت عالي. هني نشوف مجسم للسي ام اس. عندنا يبين لان ليت المشكلة مو واضح، سو بس اوريدي شرحناه. يعني عندنا هني واحد من الاكسس شافتس. I guess we should enter from the other one or from this one. Okay.
فعندنا هنا left. هناك عندنا shall we see the shaft before going down? Yeah, okay. راح نشوفها من تحت. حاليا أنا راح أدخل. هني عندنا safety system. يتطلب إن أول شيء أسوي سكان للدوزيميتر. راح يعرفون إن علي مرزوق جاي. بعدين راح أسوي سكان لعيوني. لما أسوي لعيون سكان المفروض إن أدخلني داخل. عادة ما أدخل من أول مرة لأن عندي مشكلة في عيوني شوية. في شغلة زيادة حلوة هني نقدر نقيس الدوز. خلنا نراويكم الحين كم الدوز مالتي مال الراديشن، وبعد ما أطلع راح نسوي سكان مرة ثانية نشوف أي قد. تعرف عليه حاليا عندي 0.09 MSB. يعني هذا كلش قليلة. لما تسافر بالطائرة ممكن أنك تحصل أكثر من هالراديشن. فندخل بسم الله نشوف. maybe you take over. Yeah, sure. So I mean, if I would add something, I think here Zach is with me from safety, and he would like to add something about the safety of going in the cavern, especially the elevator, let's say. So do you want to take over? So now I can have the ear or not? Till it happens. So there is a problem with my eye. So I think it's access, something. Perhaps, or training. Yeah, it's just like the last time. Okay, but you already did. You already was inside of PM54. Yeah. I went there today multiple times. Let's try. Okay. Ah, it's strange. No, you have to. Perhaps remove. No, that's fine with helmet. I think you can adjust. Yeah, okay. I cannot hear you, Zach. So I will come. 2 minutes. Okay. Hear me? Yes, he can. Yeah. Okay, meanwhile, does anyone have any questions? Yeah. it's strange why this is happening because. Yeah, okay, let's try the other one. It always happens. Okay. Okay. Ali, I think Zach went to help you, so perhaps you shouldn't have moved, because he just went to help you. I'm not sure if he could hear me. Ali, if you hear me. Yeah, I can hear you, yeah. Could you please go back to the other access point? Okay. Because Zach is going to bypass you and goes to have you there. Okay. His voice is not clear. Is it mute me? Okay. So. So what Ali is trying to do, I don't know if he explained, but what he's trying to do is to get to the cavern, and he has to scan his dosimeter. But before you get your personal dosimeter, you go to the dosimetry service, and then they scan your iris. So that's how it becomes specific and recognizable. And then whenever you want to enter, this is what he was trying to do.
So the it scans his iris, and then it usually says, okay, the person is has been identified, and then, okay, he's admitted inside. And what he's trying to do is to adjust it so that he can be recognized, but I don't know why it's not working. So perhaps meanwhile, if anyone has any questions. What is the main purpose of this project? You mean CMS or CERN in general? Because at CERN, like Ali mentioned, we're trying to understand what happened when the universe was formed. So, but like, what does that mean? شو بيعني إنه نحن نكتشف شو صار بوقتها؟ بيعني انه هيدا الشيء بيساعد انه نكتشف جزيئات جديد لانه في كتير جزيئات في كتير بارتيكلز ما بنعرف عنها شيء فهذا الشيء بيساعدنا بابليكيشنز موجودين بالحقيقه ماي جست اي انتربت يو رايت ناو اي ويل جو داون حاليا دخلنا حاليا احنا عند الليفت اوكي هذا الليفت راح يودينا 100 متر تحت الارض راح نشوف الحين هو حاليا في الماينس 1 وجاي لس So I was trying to answer the question to what is the purpose of CMS and what is the purpose of CERN. So I explained a bit the purpose of CERN and what we're trying to do here. Yeah. But in terms of like applications, perhaps you could tell us a bit more about the detection of the cancer, of the breast cancer, for example. This is something that could be like a tangible application of what we do here. Yep. It depends because we have at CMS specific facilities, you know, it's underground. We are working in underground. So there is a USC-55 and UXC-55. It's two caverns. The UXC-55, it's impacted by radioactivity during the run, of course. And we have many, many sensors monitoring the control room that we already installed in underground during the construction of point 5, but also to follow if everything is works or not. There is a specific department at CERN only for to follow all sensors. So at CERN today in CMS also, we have like a CMS safety panel, which we have a specific indicator for the ODH, like oxygen deficiency hazards, which is also one of the hazards that is present also in underground. And we have also fire, of course, that it also can be happen in underground. We have fire detection extinguishing system, which is one of the part of safety system. We have three or four safety system, which is really biggest at point 5, and we are following on it. And we have also to follow each sensor that we have in radioactivity and for the rest. But in USC-55, which there is our friends and colleagues, Ali, in USC-55, it's not impacted by the radioactivity that is present in UXC-55. And it's like unique infrastructure here at CERN in CMS, because in ATLAS, you cannot go underground during the run operation. You can go underground only during a long shutdown for the maintenance to change some muon chamber that you can see behind on you, behind of you, of us, sorry.
And for regarding topics, also emergency guide, evacuation, Ali is now in, I think he's still now in lift. The lift, we, in case of evacuation, we have to take a lift, because lift is a only part which is really safe, because it's pressed area. We cannot have a specific gas inside of this area, or fire smoke can entrance in this area. And in other place of UXC, other place hi of guys. UXC, this is another part, but we have to use like a self-rescue mask in case of something triggered, or in case of there is any issue. Yeah, and it gives to people during 30 minutes oxygen. Okay, Ali, you have the floor. Yeah, thank you, Zach. Right now we are underground. So much of on high left. Haliya, minus 88 meters underground في طابق minus two. عندنا بعد طابق تحت. بس إحنا راح نروح هني عشان نكون في visitors bath. خل ندخل أول غرفة. مثل ما تشوفون هني عندنا الشافت الليفت شافت. تشوفون البيج فنتيليشن لاينز اون ذا رايت، ولاحظوا انه رايح ليه فوق السطح، يعني مي لو تتحرك وتجي الجهة الثانية راح تشوفنا. اتس ماسيف، يعني كنت اتمنى ان تكونوا موجودين عشان تشوفونا في الحقيقة. عندنا هني انترستنج بوسترز عن شلون ركبوا سووا اسمبل السي ام اس. هني اول ما يعني بداوا بيحفرون المكان شافوا اثار رومانيه قديمه، وقفوا شويه سووا منها ارتفيشال هيل. وفي شيء ثاني كلش انترستنج صار لما كانوا يبون يبنون يحفرون حق السي ام اس اكسبيرمنت، كان في ماي يجري تحت الارض، فهم اللي سووا انه جمدوا الماي كسروه وشالوا اللي هو ما ذكر كم الفوليوم، بس شالوا ماتيريال كلش كبير وخلوا رينفورسمنت وبنوا لنا السي ام اس. فحاليا راح ندخل الى غرفه او خلينا نقول محل. اذا اي واحد منكم دخل داتا سنتر قبل يمكن يشوف مناظر مماثله، بس هني عندنا شيء يسمونه الكاونتنج روم. هني عندنا مثل ما تعرفون الكولاجينز اللي تصير في السي ام اس اباوت 40 مليون كولاجين بير سكند، يعني كل كولاجين ياخذ له اباوت 25 نانو سكند. ف عندنا كولاجينز يعني كثيره جدا جدا جدا، ف شلون ما في اي اتوقع تقنيه موجوده ان تقدر تتحكم بهالكم الهائل من الداتا. فاللي عندنا هني هذا اللي تشوفونه يسمونه الليفل 1 تريجر، هذا عباره عن فلتر يفلتر الداتا هذين الكولاجينز اللي واجد، يقللهم لتقريبا 100,000 كولاجين. وبعدين عندنا ليفل 2 تريجر اللي هو عباره يعني كانه سوفت وير كود مكتوب في بايثون وسي بلس بلس، يعني يسوي فلترنج زياده يقلل لنا عدد الايفنت اكثر واكثر. ما اتذكر الرقم، يمكن يا 100 يا 1000 كولاجين. وهو ما يفلتر اي داتا، يفلترهم لانه عشان يراوينا بس الاشياء اللي تهمنا، لان واجد من الكولاجينز اللي تصير تكون ما ادري مو مهمه لنا، ف اللي يفلترها هني السيستم هي الداتا المهمه اللي راح نستفيد منها حق الاناليسيس بعدين. فهني عندنا الكاونتنج روم، مثل ما تشوفون كل راك او وي كان جو انسايد. هني عندك الهاي فولتج اي جس رايت، يا هني عندك الهاي فولتج، بصير بعيد عنهم. ما ادري كم امبير، 18000 نو ذاتس ديفرنت اي ثينك. بس هني الكنترول وال اي ثينك السبلاي از ويل فور ذا هاي فولتج. يا اوكي، ذيس از فور ذا دريفتد تيوب تشامبر، ذا فيلم ميون تشامبر اللي شفناه من ساعه. مثل ما تشوفون عندنا عفسه وايرات هني، فمساكين كانوا اللي ركبوهم
لان يسوون تراك لكل واير لين وين يدخل. هني اتوقع عبد الله يمكن حتى ينفعنا زياده في هالموضوع، ان الداتا يصير لها فلترنج within 4 مايكرو سكند اي جس. هني في نهايه الممر تشوفون مسامحه عبد الله قلت شيء اي بس أوكي. مثل ما قلت علي ان هي تقريبا عندنا ليفل 1 تريجر من ال 40 مليون كوليجن ياخذ 100,000، ومثل اللي رويتنا الحين هاي الفايبر اوبتيك كيبل ياخذون ريد اوت مباشره من الديتكتر الكترونيك، وهذه اللي مصورهم حاليا هذا لان غالبهم غير الهاي فولتج طبعا غالبهم بي جي ايز فيهم الجوريزمز معينين تكتيكال مودلز و الجوريزمز ثانيين ياخذون من ال 40 مليون 100,000، يعني تقريبا يقطون فوق 99% من الايفنت وبعدين يرسلونهم فوق للسيرفس اللي موجود فيها الهاي ليفل تريجر فورم. الهاي ليفل تريجر فورم تاخذ من ال 100,000 ايش، وفي النهاية من 40 مليون ناخذ فقط 1000 ايفنت خلال 200 ملي سكند بالنسبه للهاي ليفل تريجر و 4 نانو سكند بالنسبه للليفل 1 تريجر. فهذه تقريبا الداتا اكوزيشن سيستم اللي علي كان يرون اياه. الهاي ليفل تريجر سوفت وير او داتا سنتر مثل ما تشوفون يعني عادي كمبيوت نود فيهم سي بي يو والجي بي يو ويشتغل عليهم كود سي بلس بلس ويصير لك انفجريشن للكود في البايثون. علي عندك المايك. شكرا عبد الله على المعلومات. حاليا مثل ما تشوفون الكيبلز كيبلز كيبلز ف هني عندنا هذا لما هذين الخطين عباره عن uninterrupted power supply يسمونهم يو بي اس سيستم. هني هذا يكون في نوع الباك اب بتري بحيث انه ما يبند لو صار اي شيء يكون في نوع الباك اب باور. بس موصل لعده تراكات. حاليا راح نكون ننزل تحت زياده. علي اهلا سمعني؟ يا في سؤال بيقول شو هي المعايير اللي بتعتمد عليها عملية الفلترة؟ يعني إذا فهمت سؤالك عادل، في عندنا عدة أشياء شلون مثلا نفلتر الداتا. أول شيء لازم نعرف إن شنو الـ interesting things that we want to see. مثلا لما عندنا بارتكل معين في انرجي مثلا ميون، نعرف ان الميون الماس مالته اكثر يعني نوع ما عاليه، فنخلف الكود اتوقع نفس الاف ستيتمنت. اذا شفت مثلا عندنا هذه الانرجي فهذه الداتا راح تكون مهمه فدخلها عندنا عشان نسوي لها اناليسز اكثر. ففي عده معايير بس الفكره العامه ان في اشياء معينه انديكيتورز تعطينا ان هذه الداتا مهمه فندخلها عندنا في الفلترنج. ان شاء الله اكون جاوبت على سؤالك. بالنسبه الى حاليا المحل اللي انا رايح لنا هو انا رايح للاندر تقريبا خلينا نقول احنا حاليا اندر جراوند بس رايح للجهه الاكسبيرمنتال كافرن. المكان اللي كنا فيه هو السيرفيس كافرن. مثل ما تشوفون عندنا عدة أنظمة حق السيفتي. أتوقع زاك كلمكم عن السلف ريسكيو ماسك. هذا ما يصير أحد يدخل للأندرغراوند بدون ما يأخذ كورس في السلف ريسكيو ماسك عشان لو صار أي شيء لا سمح الله أنه يعرف يتصرف. عندنا هني one more interesting thing is these phones. هذولين يستخدمونهم لو ما كان في سيجنال مثلا أو شيء. الحلو فيهم ان هذا لما تخلي بشكل افقي هوريزونتالي يعني لمده 30 ثانيه يمكن ما مو متاكد من الوقت سيده بيتصل للفاير بريجيد. هني الفاير بريجيد هم عباره عن المطافي بس هم يتصرفون في كل شيء،
يعني هم حق الاسعافات الاوليه مثلا حق اذا صار اي شيء نخليهم هم يجون يتصرفون. هني عندكم الاكسس حق خلينا نقول انذر اكسس فور انذر ليفت حق لو كان في مثلا حريقه او اي شيء في الجهه الثانيه وما تقدر تعبر تسوي ايفاكويت من الليفت الثاني تجي لهذا الليفت. معلومه مهمه هني الايفاكويشن يكون عبر الليفت دائما. بتقولون غريب يعني هو عاده اذا صار اي حريق اي شيء نسوي ايفاكويت من الدرج او السلالم. فهني الحاله مختلفه عندنا الليفت فاير بروف ويل فنتليتد وهو راح يكون امن طريقه للخروج. وشغله ثانيه ان بشكل عام اتوقع ان اغلبنا مو متعود انه يركب درج 100 متر لفوق فصعبه تكون الايفاكويشن. حاليا احنا هني في هذه المنطقه عندنا هني الجهه الثانيه السيرفس كافر وعندنا هني 7 متر كونكريت وول بيناتهم. فحاليا ما نقدر نروح للاكسبيرمنتال كافرن انفورشنتلي لان البيم از انوبريشن او راح ان شاء الله يعني تاريخ 5 راح نشغله على اعلى انرجي وصلناها اللي هي 13.6 يعني ما قد وصلنا قبل الى هذه الانرجي. مي مساعة كلمتكم عن الهيدروجين بوتل. هذه هي مثل ما تشوفون احنا هذا البوتل تكفينا I think for 1 مليون year maybe I don't know يعني بس انه لمسافة لوقت كلش كلش طويلة نستخدم في كل يوم فيه less يعني fractions of grams fraction of a gram actually. هني عندنا صورة ثانية للتنل خلينا هني لل HC تنل. هذه 3D بوستر راويكم شلون التنل يعني تبين مثل ما تشوفوني يعني لو تصورني حاليا يومي أشوف تفكرون إن هي صدقية يعني. فورانا بتكون الإكسبرمنتال كافر. خلنا نراويكم هني لما نعدي هذا الباب نطلع هني نروح يسار بعدين بتجينا الاكسبيرمنتال كافرن. مثل ما تشوفون حاليا مبندة. طبعا يمكن تلاحظون الدور لونه الباب لونه اصفر هذا بسبب ان مو لان نحب بس نصبغ الاشياء معناته ان هذا الكورت الدور كونديشنال. في اوقات يكون الاكسس ريستريكتد في اوقات يكون اوبن في اوقات يكون كلوز. فعلى العكس من الباب الاخضر اللي دشينا منه اللي عاده يكون اوبن. فيا هذا الشغله كلش حلوه. هني عندكم هو كليب ديس. عندنا هني مثل ما تشوفون الماجنتيك فيلد قاعد يوصل لان لهني هذا حين الديتكتور صار ذيك الجهه. فالمفروض في الحاله الطبيعيه انه يكون كذي بس هو قاعد يروح جهه الديتكتور. الماجنتيك فيلد من شده قوته على الرغم انه موجود بيننا وبين هذه خلينا نقول 7 متر وول بعد يعني قاعد يوصل لنا. هني نقدر نسوي شيء نفس البوصله مثل ما تشوفون انه دائما يسير بنفس الاتجاه. عادة الفيزيترز اللي يجونا يستانسون واجد على الماجنتيك فيلد. ف شيء كلش حلو. اتذكر اول ما يمكن ثاني او اول مره دخلت الاكسبيرمنتال كافرن كان الماجنت شغال فكان في يعني قطعه حديد على الارض. لما بيكت يا anyway فلما كنت ادوس عليها لان السيفتي شو مالي في حديد فكانت رجولي تلزق من قوه الماجنت فكان كل شيء عجيب. Can I try to remove them? Yay.
Interesting. Thank you. فهذه عندنا الماجنتيك فيلد خلى علقها له مره ثانيه. This is yours. Yeah. Thank you. Just before ما نطلع برا خلى اراويكم قصه حياه البروتون في التصادم او في الالكتري بشكل عام. يبدا عندنا البروتون نطلعه من هذا الهيدروجين بوتل نشيل الالكترونات منه فيصير عندنا بس بروتون. فنجيبه لهذه يسمونه لينك 2. اتوقع الحين في سووا يعني مصارع ثاني اسمه لينك 4 تو صار ان اوبريشن او بعد ما صار يعني اللي عرفنا صار لك مشنق. على العموم انه يتسارعون البروتونات بعدين يروحون عندنا في البوستر. البوستر رفع الانرجي مالهم بدرجه معينه وبعدين يوديهم للبروتون سينكترون وهني بعد يتسارعون اكثر واكثر وتزيد الطاقه مالتهم. في البي اس راح تكون اراوند 25 جيجا الكترون فولت. بعدين هذا يسوي لهم بوش الى سوبر بروتون سينكترون راح يرفع الطاقه مالتهم بشكل اكثر الى 450 جيجا الكترون فولت. بعدين راح هني عقب ما يطلعوا من الاس بي اس راح يروحون للال اتش سي اللي هو السيركل الكبيره اللي مسافتها 27 كيلومتر. هني عندنا في الال اتش سي راح توصل الطاقه مال البيم الواحد ديزاين انرجي خلينا نقول 7 تيرا الكترون فولت which is something massive يعني. هذا البيم الواحد. فاحنا عندنا تو بيمز يتصادمون فتكون الطاقه مال التصادم 14 تيرا الكترون فولت. مثل ما تشوفون ان في ال اتش سي يكون سرعه البروتونات 99.9999991 من سرعه الضوء. يعني سرعه كلش كبيره. اتوقع يعني يعبر بشكل عام خلال يعبر ال اتش سي خلال 25 نانو سكند اتصور. فيا هذا ال اتش سي مالنا. اي ثينك انفورشنتلي وي ار اوت اوف تايم فاتوقع لازم نروح الى فوق. فاتمنى انكم تستانسون يعني في الرحله تحت. maybe we can move to the next thing. A lot of safety stuff in here. هني على يساري في روم كلها خلينا نقول فيها gas systems حق ال لأن نحتاج مجموعة من الغازات عشان نقيس the trajectories مال particles. فموجود عندنا مختلف ال gas systems حتى حق الكولينج أتصور موجودين. البروجكت اللي انا اشتغل فيه تروحون فوق زياده. نايومي كان يو جاست شو ذات. تركبون هني فوق بتشوفون غرفه يسمونها توباكل روم. هذه يكون في اوكي جس وي كان جو. هذه فائده الفيرتشوال فيزيت ان عاده لما نجي في النورمال فيزيت ما نقدر نروح هذه المكانات. هني كان هني عندنا ليزر روم هذه راح تنسال في الفيس 2 ابجريد. انا هني الغرفه مالتي تشمور اب باي ذا واي which is a bit difficult to climb these stairs. هني عندنا do you need help? تذكر اوكي هني الغرفه هذه عباره عن توباكل روم مثل ما تشوفون حاليا خاليه. ان شاء الله في اوغست 2023 راح نسوي الانستليشن للكولينج سيستم. هذا الكولينج سيستم راح يبرد حقنا البلانت السي ام اس ديتكتور. وي كان اكزيت فروم ذس دايركشن. مثل ما تشوفون هذا الكرين مجموعة من الأشياء.
هاي الباب راح يتغير. هنا عندنا مثل ما تشوفون هذه يسمونها S2 counting room أو S2 racks area. أتصور إن هي شغلتها نفس تحت. هنا عندنا على اليسار هنا عندنا مال ال I think it's some kind of not sure ما بفتلكم بس racks يمكن حق الفلترنج مال الداتا يمكن حق الكهرباء. بس بشكل عام يمكن تشوفونها إن هي أرتب من اللي تحت أو لا إذا شفتون هذا الجانب. بس الباسج أس واجد أوسع. هنا تقريباً 1.8 متر عندنا الود مال الباسج، تحت حوالي 1 متر. فهذا هو الشافت. مساعة كنا تحت بطابق واحد. هذا مساعة صورنا لكم من هذا مجسم حق ال CMS detector in general حق البوس سيرفس والاكسبرمنتال كافرن. مثل ما تشوفون هذا الاكسبرمنتال كافرن هنا، هذا CMS detector مجموعة من السلايسز about 15 سلايسز with super conducting magnet. هنا عندنا السيرفس كافرن اللي كنا فيها. حاليا احنا جنب الليفت in this area. ما ادري اذا تشوفون صبعتي. هذا الشافت عندنا هنا، احنا هذا الجهه يمين الليفت. بعد شوي راح ندخل الليفت. الغرفه اللي كنا فيها كانت هنا في النهايه. فاتمنى انكم استانستون ويانا. هنا عندنا different systems. عندنا واحد من السيستمز اللي نشتغل عليها هو هناك. I don't know if we can go there. Okay. Just quickly. You see a lot of racks and stuff, and I actually wanted to go to that side, but anyway, it doesn't matter. Yeah. It's very interesting stuff. This is cryo stuff. Cryo means operating in sub 0 degrees. I'm not sure if it's helium for cooling it's helium. Yeah, it's helium. So since it's helium, maybe it's around minus 270 something. هني ال control system حق ال monitoring حق ال الجهاز. It's very interesting. هني عندنا أي إنجنيير هني يعني أتوقع شعوره يكون رهيب. هني عندنا أتوقع في ستيج يسوون فيها الكمبريشن حق الهيليوم لما يوصلون لدرجة الحرارة المطلوبة. We can go through this. Yeah. هني عندنا السيستم this one اللي كلمتكم عنه. هذا السيستم اللي اشتغل فيه. عندنا هذه يسمونها اكوموليتر، هذا هني المانيفولد. هني بيسكلي ان حاليا هذا الشيء قاعد يضخ هاي اضخ ال CO2 غاز ثاني اكسيد الكربون الى الديتكتور عشان يبارده لعده مناطق من الديتكتور. فهني المانيفولد هني لما تفتحون هذا البوكس هذا الباب هذا داخل يسمونه كولد بوكس في عده خلينا نقول بايفنج او بحيث انه يوزع ال CO2 على الديتكتور حسب الحاجه مالته. مثل ما تشوفون ان السيستم مال الكولينج كامل معزول عن الاكسبيرمنتال كافرن فيكون السيستم مالنا كلش ريلايبل. حاليا في واحد قاعد يسوي مينتننس على السيستم ما ادري اذا تشوفونها او لا. وهذه فائده السيرفس كافرن، لو صارت عندنا اي مشكله ما يحتاج نوقف الاوبريشن ونروح للاكسبيرمنتال ونروح للاكسبيرمنتال كافرن، نقدر نصلح كل شيء من هنا. والسيستم مالنا مال السي او 2 كامل صاير ريموت، مجرد البايبس تروح الى الى الديتكتور. فهني عندنا
المحل اللي جينا منه. Shall we up? Okay. Go ahead. After you. هني في نهاية ال... احنا حاليا في طابق ماينس 1 تقريبا 80 متر تحت الارض. مثل ما تشوفون هني في عندنا اذر سيستم اشياء. اتوقع هذه ما ادري شنو بس شيء غريب. عندنا هني فوق كله راكس حق المخت... حق يعني خلنا نقول كنترول سيستمز حق مختلف السب ديتكتورز. نقدر ندخل لما نروح تحت بتشوفون باب ثاني للتنل. Yeah, it's going to the tunnel, right? Yeah. Okay. هني نشوف طريق ثاني للتنل. مثل ما تشوفون هني أتوقع مكان أخطر بواجد. الجهة الثانية عندنا التنل. وهنا نقدر نطلع من ال... هنا أتوقع these are massive transformers maybe. This is minus 3 right? 2. Okay, minus 2. So هذه الغرفة اللي يعني الجهة المقابلة من الليفت اللي أول ما دخلنا. Okay. حالياً راح نركب في الليفت. فunfortunately الصوت راح ينقطع. Maybe you can take over. I just met some people also doing a visit. I don't think they have the luxury of what Ali was showing, because yeah, like he said, he showed a lot of things that usually we don't show on a visit. So that's like the advantage of being on a virtual visit. But the cool thing is that you could actually see some of the people they're doing a visit right now. And I was just asking about fun facts. So perhaps we didn't mention this. And I was just told now about the crane, that the crane that actually lowered everything, the CMS that we mentioned earlier, it was used for the first time ever to lower something. So usually it was only used to lift, and it was the very first time that it was used to lower. So yeah, this is the where the shaft is. Usually it's open when we are during the shutdown. And I thought that was very interesting because that's the crane. Yeah, I thought that was very interesting because it was the first time to be used to lower something instead of lift something. So, oh, there's a question. Would the collision of protons generate irradiation? Yes. Yeah. The answer is yes. With the atom splitting. So Zoltan, I just would like to answer this question. So radiation is nothing else but radiating particles or radiation out. I mean photons. Regardless